السلام عليكم. هواوي ميت 60 التيميت يشهد اقبال غير مسبوق ويحطم الرقم القياسي في الحجز المسبق. هاتف هواوي ميت 60 التيميت يثير الاعجاب بميزات غاية في الروعة وخرافية. شهد الهاتف الجديد هواوي ميت 60 التيميت المعروف ايضا باسم هواوي ميت 60 ار اس الخاص اقبالا هائلا على حجز المسبق بعد 24 ساعة من الاطلاق. فقد تم حجز الهاتف من قبل 1.3 مليون شخص في متجر هواوي الرسمي عبر الانترنت فيمول في الصين. يتوفر هاتف هواوي ميت 60 ار اس التيميت ديزاين بلونين هما الاحمر والاسود. يقدم الهاتف خيارين مختلفين من الذاكرة بسعر 1641 دولار لسعة 512 جيجا بايت و1778 دولار لنسخة تخزين 1 تيرابايت. ويحتوي كلا الهاتفين على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجا بايت. وبالحديث عن الحجوزات، بدأت هواوي بفتح الحجز المسبق على الجهاز يوم 25 سبتمبر في الصين، وستنتهي الحجوزات يوم 27 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم البيع المفتوح لهذا الهاتف الجديد في 28 سبتمبر. يظهر هواوي زمال أن أكثر من 1.3 مليون عميل قد حجزوا جهاز واحد من هاتف هواوي ميت 60 ألتيميت، ومع ذلك فإن الأعداد لا تزال في تزايد ويتبقى يوم آخر حتى انتهاء الحجز. أبرز مميزات هاتف هواوي ميت 60 ألتيميت: كشفت هواوي في حفل الإطلاق الرئيسي عن العلامة التجارية الجديدة فائقة الجودة ألتيميت ديزاين مخصصة للهواتف الذكية الرائدة من الشركة. تم تصميم هاتف هواوي ميت 60 ار اس التيميت ديزاين وفقا لاتجاهات جمالية رائدة وحرفية عالية الجودة. تكمن جاذبية هذا الهاتف في ظهره المصنوع من السيراميك الاحمر النادر، كما ان الشكل والتفاصيل مصممة على شكل نجمة ماسية. يوفر هواوي ميت 60 التيميت الجديد ايضا ميزة الاتصال عبر الاقمار الصناعية تماما مثل الهواوي الميت 60 برو والهواوي الميت 60 برو بلس. يتيح ذلك العملاء الاتصال عبر القمر الصناعي عندما لا تكون شبكة الهاتف المحمول متاحة. هذه الميزة متاحة حاليا فقط في هواتف هواوي الذكية. يتميز هاتف هواوي ميت 60 ار اس التيميت ديزاين بشاشة اوليد كبيرة بحجم 6.8 انش مع معدل تحديث LTPO تكيفي، وفي الوقت نفسه يتم ضمان سلامة الشاشة من خلال زجاج كونلون الجديد. الهاتف مزود بنظام كاميرا قوي بفضل خوارزمية الكاميرا اكس ميج الجديدة وتقنية الفتحة المتغيرة. ويعني لا نتكلم على المختبر الكبير، مختبر تحليل الصور والكاميرات في العالم، وهو الدي اكس او مارك. هذا الهاتف ربما سيحتل المرتبة الأولى في جودة أفضل صور وأفضل ربما أفضل فيديو. ما رأيك في ميزات هذا الهاتف الجديد من هواوي؟ شاركنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.